الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير مسألة برمجة خطية تحت عنوان تعظيم الأرباح Profit Maximization Linear Programming Problem بطريقة يعني الحل البياني عفوا نسميه احنا، وهي مسألة افتراضية نقول بها: ينتج مصنع الحاج علي للصابون نوعين من الصابون X وY. إذن هذا المصنع التابع للحاج علي ينتج نوعين من الصابون X وY، وقد زودنا الحاج علي بالبيانات الآتية عن كميات وكلفة الإنتاج. أول معلومة تحتوي على كميتين: يبلغ مجموع ما ينتج المصنع من نوعين 120 طن، إذن الحد أقصى من X وY من النوع الأول والثاني 120 طن من اثنين، ويبلغ عدد ساعات العمل المتوافرة للمصنع 1500 ساعة في الشهر. إذن هذه المعلومة مهمة جدا، أنه هذا الحد الأقصى من كمية الإنتاج من نوعين، وهذه كمية الساعات بحد أقصى المتوافرة للمصنع 1500 ساعة شهريا. الآن يحتاج الطن الواحد من النوع X إلى 15 ساعة عمل شهريا، ويحتاج الطن الواحد من النوع الثاني Y إلى 10 ساعات عمل شهريا. الآن يبلغ ربح المصنع من إنتاج النوع X 120 دينار ربح من الطن الواحد، ويبلغ ربح المصنع من إنتاج النوع Y 100 دينار للطن الواحد. السؤال المهم هنا: كم يجب على المصنع أن ينتج من النوعين K اللي هو X Y طبعا كي يعظم أرباحه. إذا المسألة بسيطة جدا جدا. من هنا نأخذ البيانات التي نحتاجها. أول ما نبدأ بالدال للهدف اللي هي بي بروفيت، هذه بي تساوي 120، لاحظوا لي الربح من كل طن من أو من كل طن من الكمية من عفوا النوع أكس، وبربح 100 دينار لكل طن أو طن من النوع الثاني واي. إذا 120 ضرب أكس زائد 100 في واي هي أرباح نريد أن نعظمها. كم يجب أن تكون X وكم يجب أن تكون Y حتى تكون بأعظم ما يمكن؟ هذا الآن نسميها الدال الهدف. أتينا بالمعلومات من هنا، لاحظوا هنا هذه 120 X زائد 100 Y اللي نريد أن نعظمها. نأتي الآن على القيود. هذا القيد الأول Subject 2، إنه كمية X و Y كحد أقصى من هنا نأتي بها 120 طن. يبلغ مجموع ما ينتج المصنع من نوعين 120 طن في الشهر الواحد كحد أقصى. إذن هنا والقيد الثاني هنا ساعات العمل التي يحتاجها الطن الواحد من أكس شهريا، وهنا ساعات العمل التي يحتاجها النوع كل طن من النوع الثاني، فالمجموع ينبغي أن لا يتجاوز 1500 ساعة. أتينا الآن طبعا هنا لا يمكن إنتاج كمية أقل من صفر من أكس واي في جميع الأحوال. هذه هي القيود. هذا الآن قيد الكمية، قيد الكميات الممكنة، وهنا أتينا بها من هنا، لاحظوا لي هنا 120 لأنه يبلغ مجموع ما ينتج المصنع من النوعين، إذن X زائد Y أقل من أو تساوي 120. وهنا الآن قيد الزمن المتاح 1500 ساعة حد أقصى، لكن كل طن من X يحتاج إلى 15 ساعة وكل طن من Y يحتاج إلى 10 ساعات، وبالتالي أتينا بها من هنا ومن هنا. وهذا في جميع الأحوال نسميه إحنا الحدود الدنيا اللي هي أقصى لا يمكن أن نتجاوز، يعني أقل من صفر. فهذه الحدود الدنيا تكون X و Y أكبر من أو تساوي صفرا، وهذه نريد أن نعظمها اللي هي Maximization Profit تساوي 120 X زائد 100 Y. إذن المسألة بسيطة جدا جدا، معلومات من هنا حولناها إلى معادلات خطية الآن، أو لا متباينات أو متباينات، فالآن سنحولها إلى متساويات ثم نستخدم الحل البياني فيها. نتابع هنا الآن المسألة هذه نعيدها: 120 زائد X 120 في X زائد 100 Y اللي هي البروفيت، وهنا X زائد Y تساوي 120 أقصى ما يمكن إنتاجه من نوعين 120 طن بالشهر. هنا الآن الساعات 15 ساعة لكل طن من X و10 ساعات لكل طن من Y اللي هي تساوي 1500 ساعة حد أقصى، وفي جميع الأحوال X و Y يجب أن تكون أكبر من صفر. إذن الآن على المحور الأفقي، الكمية التي يمكن إنتاجها من X
وعلى المحور العمودي الكمية التي يمكن إنتاجها من Y، والقيد الأول هذا X زائد Y يساوي 120. إذن هنا لاحظوا لي وضعنا القيد الأول يكون 120، إذا يعني افترضنا بأن Y تساوي صفرا إذن X تساوي 120، وY تساوي صفرا هنا إذا افترضنا X تساوي صفرا بكون هنا النقطة صفر و 120. إذن هذا القيد الأول. أما القيد الثاني هو 15 X زائد 10 Y تساوي 1500، وضعناها هنا الآن. هذه الآن إذا افترضنا أن Y تساوي صفرا، وبالتالي يبقى عندي 15 X تساوي 1500، إذن X تساوي 1500 قسم على 15 ويساوي 100، إذن 100 صفر، وهنا صفر و 150. إذا افترضنا بأن X تساوي صفرا يبقى عندي 10 Y تساوي 1500، إذن Y تساوي 1500 قسم على 10 وتساوي 150. وهنا النقطة هذه، إذا قمنا بحل هاتين المعادلتين آنيا، القيد الأول والقيد الثاني، إذا قمنا بحلهما آنيا بسم simultaneous والسلوشن، فبيكون هذه النقطة التقاطع هنا اللي هي 60 و60. فإذا الآن اكتملت عنا المعلومات، طبعا هنا صفر وصفر، وبالتالي الآن لأن القيد الأول كما ذكرنا اللي هو X زائد Y أقل من أو تساوي 120 كما ذكرنا قبل قليل، فبالتالي السهم يعني يتجه نحو نقطة الأصل. والقيد الثاني 15X زائد 10Y أقل من أو تساوي 500 ساعة، كذلك الأمر السهم هذا القيد الأول هذا القيد الثاني هنا. إذن المجموعة الممكنة هي هذه المجموعة المضللة بالأخضر، أنا نسميها إحنا الفيزيبل سولوشن أو فيزيبل ست المجموعة الممكنة. وبالتالي أصبحت الآن المعلومات تامة، نريد أن نعوض الآن في الدالة الهدف، هذه الدالة القيم 0 0 100 0 60 60 0 120، نشوف ما هي الكمية التي تجعل الكميات من أكس وواي التي تجعل بي أعظم ما يمكن. ننتقل الآن إلى الحل النهائي اللي هو الجرافيك. هذا الآن قمت بحل المسألة على برنامج ديسموز اللي هو أونلاين، فهذه النقاط 0 0 100 0 60 60 0 120، وهنا الآن كذلك الأمر قمت بصياغة هذا البوليغون نسميه إحنا اللي هو بدون القيود، هذه فقط يعني وين حدود المجموعة الممكنة، فهذه المجموعة ممكن هنا. قمت الآن بوضع هذا الجدول X وY، وهنا الآن هنا وضعت الدالة الهدف 120 X زائد 100 Y. إذا كانت X تساوي صفر نبدأ بهنا 0 0 0 0 بتكون الربح يساوي صفرا. انتقلت من 0 0 إلى الآن 100 0، الآن هنا 100 هون صفر، فكان الربح 12000. ثم انتقلت إلى 60 60 هنا، فكان الربح 13200. وأخيرا انتقلت إلى هذه النقطة الأخيرة اللي هي 0 120، فكان الربح بالتعويض طبعا 12000. إذن أعظم ربح لاحظوا لي هو هذا اللي هو إذا قام المصنع بإنتاج 60 من X و 60 من Y، بتكون أرباحه 13200، لنفترض وحدات القياس بالدنانير بالدولارات بالريالات شو ما كان، فهذا 13200 أي المقصود الآن بناء على ذلك ينبغي على المصنع أن ينتج X يساوي 60 Y يساوي 60 كي يعظم أرباحه. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع الهام، أرجو الرجوع إليه أكثر من مرة حتى تستوعب الأفكار فيه، وهي هين إن شاء الله لمن ينتبه. وإلى مقطع إن شاء الله لاحق قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.